انسحاب الدولة وعجزها وترك الناس لمصيرهم، كما قلت سيادتك، ما كانش فقط يبرز في موضوع الهجرة غير النظامية، بل بيبرز أيضا من خلال الوضع الاجتماعي المعيشي اليومي. نحكي على ارتفاع نسب التضخم حسب المعهد الوطني للإحصاء، يقول أنه أكثر من 9%، حسب بعض الخبراء يقولوا تجاوز الرقمين. أيضا ارتفاع نسب البطالة، ارتفاع نسب الفقر، اليوم غلاء غير مسبوق كما كنت تشير سيادتك للأسعار، اليوم فقدان المواد الأساسية، اليوم في فضيحة غير مسبوقة في تاريخ تونس، الصفوف بالكيلومترات على المحطات تزود بالوقود، والتونسي ما عادش لاقي حتى المواد الأساسية اللي يعيل بها صغاره. اليوم كيفاش تفسر ربما هذا؟ هل هو عجز وفشل للسلطة على إدارة الشأن العام، أم هو عدم مبالاة، يعني فقط الاهتمام بما هو سياسي اليوم من طرف قيس سعيد، نشوفه فقط مهتم بالملف السياسي أكثر ما اهتمام بالملف الاجتماعي والاقتصادي؟ هو ثم برشا مؤشرات على عجز الدولة، ولكن أهم مؤشر أنا لفت انتباهي في الأيامات هذه هي كيفاش أهالي جرجيس عملوا كوليكت ويلموا في الفلوس باش يصبوا بها مزوط للخافرة انتع السواحل باش تخرج تفركس على أولادها. يعني الدولة الحكومة اللي عجزت حتى على أنها توفر الوقود لخفر السواحل باش ينجم يقوم يحاول يفركس على ما تبقى من جثث الشباب هذوما اللي كلاهم البحر ويحاول يرجع به. بالتالي هذا يعني قمة الفشل. الآن مظاهر الفشل مظاهر عامة كما قلت، معناها المشكلة أنه ثم مسؤولية سياسية وأخلاقية، والحكومة هذه ما هيش متحملة المسؤولية السياسية الأخلاقية هذه. معناها مشروعها الوحيد، معناها اليوم السيد قيس سعيد مشروعه الوحيد هو كيفاش يتفرد بالحكم، كيفاش يفك كل مؤسسات الدولة، كيفاش يتحكم ويصبح هو بديل على كل هذه المؤسسات، وأنا ربكم الأعلى. هذا هو معناها في الأخر الشيء يحب يقول لنا. أما مسؤولياته تجاه الشعب، أما ضرورة أنه الدبلوماسية التونسية تبذل مجهود أكثر من أجل أنه تشوف لنا تمويل خارجي اللي ساعدنا على الخروج من الأزمة، أما أنه ينفتح على الكفاءات الوطنية التونسية ويعيطولهم من اقتصاديين ومن سياسيين ومن غيرهم للحديث معاهم في كيفية الخروج من الأزمة، أما البحث على الوحدة الوطنية لمواجهة هالوضع هذا الاستثنائي اللي تقريبا من سنة 83 ما عشناش وضعية في تونس كيف الوضعية اللي احنا عايشينها الآن. التضخم بالنسبة لبلغة التضخم الآن منذ 83، منذ 1983 ما وصلتش الأسعار وما وصلتش التضخم إلى هذا المستوى. للأسف المستوى هذا من التضخم مرشح خلال الأسابيع القادمة لمزيد من الارتفاع، والأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع. ولكن كيفاش قاعدة تتعاطى السلطات العمومية مع هذا الموضوع؟ كيفاش الحكومة قاعدة تتعاطى مع هذا؟ كيفاش السيد قيس سعيد قاعد يتعاطى مع الموضوع هذا؟ كما قلت لا مبالاة كاملة، شغله الشاغل الآن هو انتخابات معناها فاشلة، تقريب كل المنتظم السياسي قاطع هذه الانتخابات ورفض المشاركة فيها. المشروع السياسي لقيس سعيد اليوم هو الماخذ الأولوية في البلاد، أما التوانسة وحياة التوانسة ومطالب التوانسة وانتظارات التوانسة فللأسف إلى حد الآن هو الأكيد حتى أنه تفاعل إيجابي مع الموضوع. هو الأكيد أن هذا الوضع ليس وليد اليوم وليس وليد نتائج هذه الانقلاب، هو وضع نتيجة جملة من التراكمات وتراكمات العشرية الماضية وحتى تراكمات ما قبل الثورة.